بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مرحبا بالجميع، معكم عبد المجيب من قناه عرب جنولينكس. شكرا للي سال بتويتر وبالفيسبوك وبالجوجل بلس وارسل لي ايميل يطمن على الصحه. الحمد لله وضعي سليم، طلعت التحاليل كل شيء سمباتيك تمام، يعني كل شيء مزبوط. في بعض الحاجات طبعا اكيد مع العلاج ان شاء الله تزبط تمام، ولكن يعني ما عليكم ان شاء الله ما بيصير لكم زي اللي صار لي هنا، هذا من كثر ما يسحبون دم طلع لي شيء هنا يخوف. زين طيب، اليوم اكلمكم عن البتاع هذه توزيع التيلز تمام. طبعا توزيع التيلز او تيلز تمام زي ما تبون، توزيعه تهتم خصوصية المستخدم. طبعا توزيعها مو توزيع أمنية حتى تخط، التوزيع الأمنية تختلف. توزيع الأمنية مثل كالي باك بوكس باك تراك تمام، هذول توزيعات أمنية. ليش؟ لأن فيها أدوات خاصة بفحص الشبكات وإلى آخره، اللي يسميها البعض أدوات اختراق تمام. التيلز لا، التيلز ما فيها الأدوات هذيك، ولكن فيها حاجات ممتازة جدا خاصة بتشفير المستخدم، تضمن أنه يكون هو موجود على الإنترنت خصوصيته غير منتهكة تمام. توزيعها طبعا فيها ميزة، وأحسن ميزة أنه غير قابل للتثبيت. طبعا احنا كنظام جنو لينكس نقدر نتحايل معه ونجيب الركبه، ولكن نفترض انك ما تركبه كنظام اساسي. ليش؟ لان هدف تيلز انه ما تترك نقطه او ما تترك زي ما تقول اثر، ماشي؟ فانت لما تركب النظام عندك على الكمبيوتر فيكون في اثر للنظام، لكن لما يكون لايف سي دي، لايف سي دي ما له اثر على الكمبيوتر على النظام مثل ما يكون اثر النظام المثبت تمام على الهارد ديسك. يعني تيلز طبعا ممكن تسوي الاقلاع سريعه جدا، ممكن تسوي الاقلاع من اللايف سي دي عن طريق يو اس بي. طبعا هذا هو الهدف الاساسي، اذا عباره عن توزيعه تسوي الاقلاع من اليو اس بي. اوكي، التوزيعه طبعا هذه فيها حاجات مدموجه داخل التوزيعه بحيث انها تضمن سلامه المستخدم اثناء تصفح الانترنت. طبعا التوزيعه مبنيه على ديبيان، برنامج تشفير الانترنت اللي موجود على الانترنت هو برنامج تور، تكلمت عنه سابقا، ولكن تور لحاله منطقيا تمام ما بشفرك يعني مثل ما تشفر توزيع بشكل كامل، نظرا لان تور ايضا شفر فقط زي ما تقول الباكيت حق الاتصال تمام، او منطقه الاتصال، ولكن في حاجات ثانيه عندك، حاجات يعني موضوع طويل لدرجه اني ما اقدر ابتبه لاني غير مختص بامن المعلومات، ماشي. التوزيع طبعا فيها حاجات جميله جدا. اول حاجه ممتازه، الموقع يقدم معلومات كثيره، طبعا الموقع حاطه لكم بالوصف، عن الخصوصيه والاشياء اللي يواجهها المستخدم بشو اسمه خلال الانترنت تمام، خلال استخدام الانترنت. خلينا نشوف توزيعه الحين تمام، ولكن حط براسك شغله مهمه، انه هذه التوزيعه استخدام لا حد يرسل رساله يقول كيف اثبتك نظام اساسي، هي غير مصممه ان تشتغل كنظام اساسي. واحد اثنين، لا تعتقد لما تستخدم انك امن 100% تمام، في حاجات كثيره تعتمد على هذا. الشيء الثالث والمهم، لا تستخدمه كنظام وهمي ماشي، لان حتى نظامك الوهمي مو بنظام وهمي، نظامك الوهمي مبني على الهوست، والهوست هو اللي قاعد يود ويرسل تمام. فافترض انك تركبه على يعني زي ما تقول كمبيوتر ثاني مشتغل زي اللي قاعد جنبي هذا، والله احتراما لكم ما راح يسوي شيء هنا، لان هذا الكمبيوتر قليل ادب ماشي. طيب حاجه ثانيه اكد لكم عليها قبل ما ندخل، انه لا حد يسوي حركات مال داعي، يروح يسرق بنك ولا يخترق مستشفى ولا مدري ايش، وبعدين يجي يقول عبد المجيب قال لي. اذا بتسرق بنك ونجحت عملية السرقة وراح الموضوع يعني ونشيوك، تعال ترى المعلم خلال التوزيع هذه. طيب نشغل نشوف وخليكم معي شوي. اوكي عدنا، راح نشغله طبعا من الفيرتشوال بوكس عشان نسوي تجربة. طبعا هذا اول ما تشغل التوزيع بتجيك هذه الرسالة اللي هي لايف او لايف فيل سيف، اذا ما اشتغلت معك استخدم الخيار الثاني. نسوي لايف، ندخل صغير بالزاوية. اوكي اول ما تشغل توزيع بتعطيك هذه الرسالة الجميلة. اوكي مفاد هذا الكلام انه هل تبي خيارات اضافية ولا اشتغل على طول. نسوي خيارات اضافية عشان في حاجات بدي تشوفها او علشان اعرفك بها. طبعا بالمناسبة في تحت خيارات للغة تمام، قبل ما تدخل في لغات زي ما شايف يعني العربي موجود ماشي. يس فورورد تمام، بالمنطقة هذه طبعا في بعض الادوات. اول شيء حط رقم سري ممكن تحتاج عشان تسوي عمليات خاصة بالادارة ماشي، يعني ممكن تسوي بعض العمليات الادارية، تطفي خدمة تشغل خدمة. اوكي فحط لك رقم سري، يقول لك هنا ويندوز فلاج تمام فليك، هذه علشان اذا حاب تاخذ شكل ويندوز اكس بي. طبعا هذه حيلة جميلة جدا، يقول لك عشان ما حد يعني يشوفك يشك بموضوعك انك قاعد تسوي شيء، فاستخدم ويندوز اكس بي عشان يشوف شكله، يصير شكل توزيع زي شكل ويندوز اكس بي. ممكن تشيله اذا شلته بتكون شكله زي توزيعة جنوم 2 يعني، عفوا زي واجهة جنوم 2. خلينا نحطه طبعا ماك ادرس سبوف، خل عليه علامة صح انه خاص بالتغيير ماك ادرس والى اخره. الكمبيوتر هل عليه بروكسي ولا ما عليه بروكسي، اذا كان يستخدم بروكسي حط هذه، اذا كان غير لا يستخدم بروكسي حط هذه عشان اشغل التور افتراضي. نسوي لوجين، انا لاحظ انه بيطلع توزيع بشكل ويندوز اكس بي.
اوكي لاحظ قال لك انه فيرتوال ماشين ما ادري وش في الاخير. طبعا زي ما قلت لكم لا تستخدمون الفيرتوال بوكس. اوكي طبعا انزل الشاشه شوي عشان تشوفون. طبعا الايقونات تصبح المكتب كله كانه ويندوز اكس بي. هذه حيله جميله جدا الى الايقونات. خلينا نستكشف توزيع الاكسسوارز ايش موجود عندك. خاص فتح الملفات المضغوطه في عندك الحاسبه عندك المدير عفوا محرر النصوص ما في شيء معين في طرفيه جرافيكس حط لك جنو عشان لو حاب تستخدم جنو ايمج ايش اسمه مانيبيليشن بروجرام اللي هو جيمب تمام. حط لك ايضا انكسكيب ما ادري ليش انتربت وهذا اللي يهمنا. طبعا في عندك كلوز ايميل لاحظ حتى الايقونات حط ايقونات ويندوز جميل جدا. طبعا كلوز ايميل هو برنامج بريد حق ايميل تمام. تور از ريدي طبعا جت رساله فوق يقول لك انه تور ريدي جاهز تمام. طبعا هنا في بعض الحاجات الثانيه يهمنا ايس ويزل ومتصفح ممكن يهمك الشغلات دي. انا ما اعرف ليش حاطين دولي يعني ممكن تحتاج التواصل لسه تواصلك مشفر مع جماعه او شيء يعني حاب انك تحافظ على خصوصيتك من الاخر. اوفيس حاط لك اوبن اوفيس طبعا لان مبني على ديبيان اعتقد شكله مبني على ديبيان سكويز. بروجرامينج في اللي هو ما اعرفه ذا والله شكله شيء طيب نزل شوي هذا شكله ماشي. في عندك ساوند في عندك اوداسيتي وفي عندك بريسيرو وهذا بدل الشيء ذا تمام حلو هذا يطلع اصوات. طيب عندك موفي بلاير مشغل الاهم منك. بالنسبه لي السيستم تولز في عندك ديسك يوتيليتي. طبعا انا قاعد اسوي كذا ليش انا ما احب اراجع توزيعات بالطريقه هذه بس حاب اوريك انه ما في ادوات اختراق تمام. تيلز انستولر طبعا هذا المحمل اللي يثبت التوزيع يعني انستول والى اخره تمام. ويسبر باك الى اخره تيلز تمام هذا تيلز او الى اخره ماشي. طيب اذا حاب تنزل تيلز في عندك تيلز انستولر هذا تمام. بصراحه انا اقول لكم لا تنزلونه خلوا استخدموا لايف سي دي زي ما قلت لكم قبل او على فلاش استخدموا خلاص لان بين ابوينكم حتى توزيعه برامج قديمه والى اخره تمام. طيب ايش بقى بلايسز سيستم طبعا ادوات ديبيان الباقي طبعا ما في شيء جديد ماشي. اوكي طبعا فتحنا الانترنت الحين راح نفتح طبعا عن طريق الايس ويزل مهيئ انه يشتغل بالتور تلقائيا. انتظر شوي طبعا تلاحظ علامه التور موجوده هنا اوكي طبعا معروف عشان تشيك على التور هو يشتغل ولا لا اكتب تشيك هذا هو تشيك دوت تور بروجكت دوت فورك طبعا هو يشتغل طلع لك رساله كونجريشن الى اخره ماشي. في بعض ايضا الحاجات الثانيه بدي اشيك عليها. طبعا هذا الموقع الرسمي اللي بيدخله تيلز او تيلز لينكس على جوجل او على اي محرك بحث راح تجيك اللي هي شو اسمه تيلز اوكي. في شغله ثانيه حاب امر عليه على السريع اللي هو في هنا انت شو اسمه ان سيف ويب براوزر اوكي. طبعا هذا بتستخدمه لكن بدون تور اعتقد خلني اتاكد اي نعم بدون تور بسرعه اوكي بس عشان اتاكد هل هو بتور ولا بدون تور خلينا نكتب تشيك دوت تور بروجكت دوت اورج ما ادري هل هو العلاقه بالتور ولا وش بالضبط اوكي العلاقه بالتور. فهذا المتصفح تتصفح بدون اللي هو التور اوكي. هذه التوزيع بعجاله شديده يعني وطبعا ما يحتاج يصرحك باقي الادوات الثانيه اصلا ما فيها شيء يعني هي مجرد مهيئه انك تستخدم الانترنت. طبعا جميله اللي حاب يعني زي ما تقول يستخدمه زي ما قلت لكم استخدمه استخدام فلاش سريع سريع. اذا بتستخدمه وتنزل على النظام قديمه اوكي وايضا ما مساله امنيه لهالكبر يعني احسن شيء يصير معك بفلاش تحطه على الكمبيوتر باي مكان تشغله تخلص تشيله. خلنا نسوي تسجيل خروج او نسوي اضفاء للتوزيع مره ثانيه ريسيت تمام علشان ندخل على الواجهه اللي هي واجهه جنوم اوكي. طبعا لو قلنا نو ضغطنا على اللوجن راح يدخلك تلقائي على التوزيع بشكل مباشر بالاعدادات الافتراضيه. طبعا اعدادها الافتراضيه اعتقد بيشتغل على شكل اكس بي اوكي تمام. لاحظ انه الشريط اللي فوق هذا هو شريط ديبيان ديبيان ويزي طبعا اللي هي جنوم 2 تمام. وفي عندك الشريط التحتي طبعا من نفس الواجهه بس تغيرت تمام. الى هنا انتهى درس اليوم ونشوفكم ان شاء الله في الدرس القادم. التوزيعة جميله جدا للاستخدام سريع سريع بتخلص موضوع يعني بتسوي كم شغله كذا خاصه ما تبي حد يدري عنها وتستخدم هذه التوزيعة. فمان الله.